كان صار في حوار حول عدة مواضيع، بس ما بعرف إذا غبطت البترك حيحصل من هاي الحكومة المواضيع التي بحثت في 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 الديمان، أو الموضوع حكيوا عن الجنسية، عن مش الجنسية، عن المثلية، عن الجنسية. المثلية، عن المثلية شغلة كتير مهمة، وحكي ما وكان له. شو رأيك بهذا الموضوع؟ طبعا هذا الموضوع، هذا شو هذا، نحن ما بنقبل فيه. هلا في حرية، بس الحرية مش بهالشكل المطلوب مثل ما طلبوها برا. هلا إذا الله خالق الإنسان هيك، إذا الله خالق، نحن ما رح نطلع ضد إرادة الله وضد طبيعة اللي بيخلق فيها الإنسان، بس مش بهالكمية يلي أنا اليوم رجال بكامل مواصفاتي بروح بشيل في وسائل اليوم تقنية حديثة للتجميل ولشيل الشعر واللي بدك إياه، بدل ما أكون رجال بصير مرة، وبروح على المستشفى بعطيهم قرشين بحولوني من رجال. ألا تعتبر هذا الأمر حرية شخصية؟ هلا حرية شخصية صح، بس هذه ما فيك تطبقيها الحرية، يعني ما فيك تصدري قانون وقت لهذا القانون بيكون الأغلبية مزعوجين منه، ما فيك، إنه بالنهاية ما في. وبعدين المجتمع الشرقي شيء والمجتمع الغربي شيء آخر، ما فيك يعني ما فيك تيجي تقولي له مثل ما هلا عم بيقولوا بأمريكا. أنا أحد القرايبين عنده ولدين بواشنطن، امبارح عم بخبرني إجا ولاد صغار بيعلموهم بالمدرسة بأمريكا عمره 7 سنين و9 سنين، إنه أنت انتبه، هلا أنت صبي ولا بنت؟ قال له لا أنا صبي، قال له انتبه يمكن بعد 10 سنين بنت، بعد 10 سنين تصير بنت. خي نحن انا ما فيني انا بوزاره التربيه تقبل ولا حدا بيقبل انك تيجي تسال هيك اسئله لهالاطفال اللي موجودين. طب هذا الرفض لهذا الموضوع، الرفض الديني والرفض المجتمعي، ما دخل الديني. لا اليوم عم نشوف في ايضا الدين، يعني عم نسمع اصوات دينيه تترفض هذا الموضوع، وغير موضوع السياسيين اللي عم يطلع، الاصوات اللي عم تطلع اليوم، كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع دون حصول اي ضرر تجاه هؤلاء الأشخاص اللي هني موجودين اليوم في هذا المجتمع؟ هلا موجودين قلت لك يعني، بس ما بيتعلم بالمدارس. ما بيتعلم بالمدارس، ما بنعمل، ما بنجي بكره في كرات طلعت برا بدي ترجمها للعربي ومرقها على المدارس وتكون من برامج دراسية بوزارة التربية، مش مزبوط هالكلام. بس اليوم في انترنت بيقدروا الاولاد يفتحوا انترنت ويقروا كل شيء. يصطف هلا في اشياء كثيره، في صور خلاعيه يعني على الانترنت محطوطه. الله ينجينا من اللي صاير عن جد.